السلام عليكم استاذ حمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، جزاكم الله كل خير احنا جاهزين نبدا ان شاء الله خلاص تمام ان شاء الله الدنيا بس معلش 30 ثانية بالضبط <applause> ما حضرتك شكرا السلام عليكم مجددا أشكركم على حضوركم النهاردة أول حاجة هعمل هنتكلم بسرعة عن الموضوع بتاعنا إن شاء الله بعد كده اللي عنده أسئلة أو حابب يشارك رأيه ممكن نستمع إليه هبقى أكون سعيد جدا إن إحنا نعمل النهاردة حاجة تفاعلية ما تكونش من طرف واحد فنبدأ بسم الله بس عايز أظبط حاجة في الصوت عندي عشان Soçu ayağı atayım. Neyse şu Tamam. Tabii mi? Sot, kolay eskiden. Evet. صوت كويس مسموع؟ اه صوت كويس اه صوت كويس طيب الحمد لله طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة عايزين نتكلم عن كذا مفهوم نأسس بيه مقدمة للمحاضرة النهاردة بعد كده نخش إن شاء الله على الموضوع نفسه الرئيسي أول شيء <applause> خلينا نتفق إن العمارة نفسها كفكرة أكبر من مجرد إنشاء مجسم فيزيائي إن إحنا مش بنعمل فقط حاجة ملموسة وبس بنعمل أيضا أشياء غير ملموسة اللي إحنا بنسميها الميتافيزيقيا اللي هي ما وراء العمارة من أفكار معتقدات وتصورات فالعمارة الواعية والفاعلة هي أكثر من مجرد طوب أو أسمنت وخلافه حتى في مقولة جميلة جدا بحبها تقول الم ترى ان معظم المباني صامته وبعضها يتحدث ولكن القليل القليل فقط يتغنى او يغني فعلا لما بنبص على على البيئه المحيطه بينا هنلاقي ان معظم المباني مش عندها حاجه تقولها لنا يعني في مقوله برضو بتقول ان اي مبنى مهما كان له حكايه وحتى المباني السيئه بتقول الحكايه بتاعتها بتقول ان نحن ليس لدينا حكايه عشان كده لما بنبص على المباني بتاعتنا اللي حوالينا في في البيئه المحيطه بينا بنحاول نفهم الحكايه اللي وراها سواء كانت حكايه واعيه او غير واعيه فدوت مفهوم بيسموه المنظرين المعماريين بيسموه التكتونكس يعني بالانجليزي بالعربي ممكن نقول البنائيه او التكتونيكيه وهي زي ما بنتعرفها خواص روائيه للمبنى اللي هي الحاجات اللي بتحكي عن الظروف المحيطة بالبناء سواء بقى كالظروف السياسية اقتصادية اجتماعية مرئية أيا كان فالحاجات ديت بوجه عام بتكون هوية المبنى فكل مبنى قدامنا ليه هوية وعشان نتكلم عن موضوع الهوية لازم الأول نفهم يعني إيه هوية صح؟ فالهوية هي إجابة السؤال بتاعت من أنت؟ يعني لو سألت حد أنت مين؟ هيقول لك أنا فلان الفلاني هي دي هويته. لو سألته أنت دينك إيه أو جنسيتك إيه وخلافه؟ هيقول لك مثلا أنا مسلم أو مسيحي أنا مصري سعودي أيا كان فهي دي هوية الشخص. طيب لو إحنا عايزين نتكلم عن العمارة كهوية، هل العمارة لها دين؟ ولا لها خصائص مثلا ثقافية ومرئية أكتر؟ أول حاجة هل العمارة لها دين؟ لازم عشان نجاوب على السؤال دوت نفهم يعني إيه كلمة دين؟ الدين هو نظام متسق ومرتبط من الايه؟ من القيم والمبادئ وخلافه. فالعمارة كمفهوم مجازيًا ممكن يكون متأثر بالدين جدًا، ولكن هل الدين نفسه نزل بعمارة معينة؟ هل مثلًا الإسلام لما نزل هل العمارة لازم تعملها بالشكل الفلاني أو وهكذا؟ لا طبعًا. لكن الناس المسلمين خدوا من المبادئ الإسلامية وحاولوا ان هم يصوروها في شكل عماره بتناسب الدين يعني اديكو مثال بسيط العماره الاغريقيه والفرعونيه والرومانيه كل الحاجات ديت كانوا بيستخدموا التصويرات التماثيل استخدموا حاجات كتير جدا في تصوير العماره بتاعتهم وفي تجميلها جيت جاء المسلمين قالوا احنا عندنا قاعده ان احنا ما نعمل تماثيل عشان حرام فبداوا يفكروا في بديل يخلوا بيه المبنى شكله جميل او ايا كان فبدأوا يعملوا تشكيلات هندسية جميلة جدا ويعني التشكيلات الهندسية اللي حصلت وكل الزخرفة الإسلامية و, و... و... كلها كانت عشان يحلوا مشكلة التماثيل وإن هم يخلوا شكل المبنى كويس طيب هل هل الإسلام نفسه قال للناس لازم تعملوا هذه الزخرفات الهندسية؟ لا طبعا يعني هل كل المدن الإسلامية وكل الدول الإسلامية فيها نفس الزخارف ديت؟ برضو لا ليه إزاي طيب؟ اقول لكم مثال ثاني في جامع مشهور جدا في مالي دولة افريقية اسمها مالي جامع اسمه الجامع الكبير هذا الجامع مبني من الطوب اللبن او من الارث يعني بالانجليزي بنسميه فالجامع افريقي تماما افريقي الهوية تماما مبني من العمارة التراثية او التقليدية لهذه الدولة او لهذه المنطقة لو شفت برضو جامع في الصين قديم تلاقي انه مبني من الطبيعة الثقافيه والمعماريه لهذه المنطقه. روح لمبنى في اندونيسيا نفس الموضوع. مبنى في مصر لانه هو الحجر للحجر وخلافه متاثر برضه نوعا ما بالعماره التقليديه في مصر وهكذا. لكن عشان الدوله العثمانيه كانت من الناحيه المعماريه بدات تتقدم وهكذا فتصورنا ان احنا خلاص هذه هي الصوره العامه للعماره الاسلاميه مع ان العماره الاسلاميه اصلا كلمه كمصطلح خاطئ بل هي عماره المجتمعات الاسلاميه يعني هذه المجتمعات الاسلاميه كانت لها عماره وهذه العماره انشئت عن طريق الناس المبدعه اللي كنا عايشين في هذا الزمن وانشاوها من ايه؟ انشاوها من من الظروف المحيطه من التكنولوجيا اللي كانت متوفره ساعتها في ايديهم من مصادر الالهام يعني معروف ان العماره الاسلاميه العثمانيه كان أكبر مصدر إلهام ليها هو العمارة البيزنطية اللي هي المسيحية يعني آيا صوفيا وهي مصدر الإلهام الأكبر لمعمار سنان أشهر معمار ممكن أو من أشهر المعمارين الإسلاميين على مستوى التاريخ وهو يعتبر أشهر معمار في تركيا في التاريخ العثماني كله هو نفسه بيقول إن آيا صوفيا هو كان أكبر مصدر إلهام ليه وكان هدفه في الحياة إنه يعمل حاجة أحسن منه وآيا صوفيا كانت كنيسة واسترهم منها القبة واستلهم منها كتير جدا ومع ذلك احنا تخيلنا ان بعض العناصر التي نظن انها من الهويه الاسلاميه زي القبه مثلا وخلافه هي عناصر اسلاميه ولكنها ليست عناصر اسلاميه بل هي عناصر استخدموها في هذه المجتمعات ومع الوقت بقت رمز للمساجد وخلافه مع الوقت الناس ظنوا انها جزء من الاسلام طيب بالنسبة لل... للفكرة الزخارف نفسها أو فكرة استخدام هذه الأشياء لتقوية الهوية هو الموضوع شوية معقد فأنا هروح من هنا لهنا وهرجع تاني وخلافه عشان نفهم هذه الفكرة في عصرنا الحديث لازم نبص على كذا محور أول محور إن في حاجة ظهرت اسمها العمارة الحداثية Modern Architecture هذه العمارة الحداثية كانت رافضة تماما لأي نوع من أنواع الديكوريشن التزيينات المعمارية الأورنمنتس الديكورات الزخارف الخارجية وخلافه وكان لها طبعا أسباب كثيرة جدا في هذا السياق سواء نحن اتفقنا مع هذه الأسباب أم اختلفنا ولكن عشان كان في ناس بتكره هذه هذا النوع من العمارة ظهرت عمارة ما بعد الحداثة البوست مودرنزم والعمارة ما بعد الحداثية كان ليها جانبين ملحوظين أول حاجة ممكن يكون بعضكم لا يعرف الفرق بالتحديد بين العمارة الحداثية وما بعد الحداثية فأقول بشكل بسيط جدا العمارة ما بعد الحداثية كانوا بيحاولوا يرجعوا للماضي عن طريق تقليد يعني مثلا يبقى بيبني مبنى عادي بس يحط لك كم عمود اللي هو كولوم أو أوردر من العمارة اليونانية مثلا او حاجه رمز سيمبل من العماره الرومانيه وهكذا يعني بيحاولوا ياخدوا حاجات من الماضي ويحطوها في المباني الجديده زي ما احنا بنعمل دلوقتي مثلا في مصر في العماره اللي بنعملها بنستخدم حاجات فرعونيه وهكذا نفس الفكره بالظبط وبالمناسبة العماره اللي بعد الحداثيه ديت يعني يعتبر خلصت من زمان جدا في اوروبا بوجه عام يعني على الاقل على مستوى الانتلكشوال على مستوى الناس اللي هي يعني الطبقه العليا من المعماريين مش بنتكلم عن العمارة المنشأة عن طريق الشعب وكده إيه المهم ان أنا ما بعد الحديثية لها جانبين ملحوظين الجانب الاول هو طمس التاريخ يعني ايه طمس التاريخ؟ يعني بنمسح التاريخ واحد يقول لي ازاي بنمسح التاريخ؟ ده احنا بنستخدم حاجات تاريخية ونحطها في المبنى عشان الناس تفتكر فهل دوت بيخليه يمسح التاريخ؟ اقول له اه فعلا بيخليك تمسح التاريخ طب ليه السبب؟ اول حاجة لان في حاجة اسمها انهيار السلسلة الدالة التاريخية يعني انهيار السلسلة؟ الدالة التاريخية ببساطة هي مشكلة تنظيم زمني يعني إيه؟ أي حاجة بتعمل لها جذور في المكان وفي الزمان يعني أنا لما أجي أعمل مثلا التزينات إسلامية أول مرة خلاص اتثبت في العقل إن ديت أول مرة اتعملت مثلا في 1600 مش عارف كام مثلا يعني لما أنا أجي أستخدمها تاني دلوقتي أنا دلوقتي بمسح التاريخ لأني بستخدم حاجة بتقول ان انا معموله في الزمن دوت بس انا بستخدمها في 2021 صح؟ فانا ببوظ دماغ العقل المستوعب لان الحاجات القديمه مش بقى ليها معنى مميز بالعكس بقت تستهلك مع الاستهلاك الكتير بقت خلاص ملهاش معنى ملهاش قيمه انت ممكن الجهة التركية هنا عارف ان الجوامع اللي على التراث العثماني بتتعمل لغايه دلوقتي كلها طيب انت لما تشوف كل حته جوامع على الطراز العثماني هل لو جامع قديم شفته مثلا في ركن كجامع صغير قديم هتحس بقيمته ولا تقول ما كل حته فيها نفس الدرس يعني ايه المميز فيه يعني قليل قوي من انا بتكلم عن الناس العاديه مش بتكلم على واحد متخصص في التاريخ المعماري ولا واحد مهتم بال... بالاركيولوجي والكلام ده كله أنا بتكلم على واحد عادي العادي دوت هيشوف الجامع ده عادي جدا يقول لك صغير يا عم ملوش لازمه ده في جامع اخر الشارع معمول من 10 سنين اكبر منه بكتير وجميل وفي لسه الحاجات مدهونه جديد فملونه وبتاع. فأنا دلوقتي بوظت خالص السلسله الداله التاريخيه. مبقاش فيه معنى للتاريخ. مبقاش فيه معنى للقديم والحديث. كله اتلخبط على بعضه ففقد قيمته. ده اول حاجه. تاني حاجه ان ان في ابدال عشوائي للماضي التاريخي. يعني ايه ابدال عشوائي للماضي التاريخي؟ كان الكاتب المشهور والمنظر المعماري الشهير كيفن لينش. قال لما بشوف مبنى ساعات بسأل يعني what time is this place المبنى دوت يعني ايه الوقت بتاعه لأن ساعات المباني زي ما قلت لكم ما بقاش معروف ليها هي معمولة امتى ولا معمولة ازاي وخلافه ودوت بيحصل لما الزخارف والأفكار المستخدمة في المبنى تكون مستقلة عن الظروف اللي أنشئت تحتها يعني بتنتج صور مالهاش أي علاقة بالمحيط فالمبنى دوت بيبقى عامل زي البازل عامل زي الفسيفساء رموز واستعارات كتيره متجمعين مع بعض ممكن تعرفها بس بتبقى محاكاه ساخره وفارغه من جواها مش بيبقى حاجه فعلا قويه فبتبقى عماره واهنه وعماره ضعيفه بدون اي معنى وما فيهاش أي استمرارية للهوية بتاعتنا، ما فيهاش استمرارية إن إحنا قطعنا وبناخد من زمان وبنلزق بالظبط كأنه بازل، ومش عمارة فيها حوار، أنت عارف إن العمارة بوجه عام زي ما قلت لك وبتحكي حاجة، فأنت بتحكي وأنت كشخص بتزور بتأثر بهذا المبنى وكأنك بتكلمه بمشاعرك وأحاسيسك اللي هو اليوزر إكسبيرينس تجربة المستخدم جوه المبنى بس الكلام ده كله خلاص بيروح وإيه اللي بيبقى؟ بيبقى اقتباسات مجرد أقواس أقواس مستخدمة في هذا المبنى فالماضي أو التاريخ هيلاقي نفسه جوه أقواس كده وما بي... كل حاجة بتتمسح جوه هذه الأقواس بيفضل بس ال... ال... الجملة إن إحنا في حاجة هنا قديمة بس إيه الحاجة دي محدش عارف حاجة ثانية برضو إن العمارة لما تتعمل كده في سلعوية يعني ايه؟ يعني بيقللوا معنى العمارة وبيخلوها تتجه انها تكون سلعة، سلعة ورخيصة جدا. ليه بقى؟ لأن أنت بتفصل اللي جوه عن اللي بره. فكأن مثلا بنت بتشتغل موديل وتحط مكياج كتير بعد كده مثلا بيجي عرض تاني تمسح المكياج تحط مكياج تاني. فأنا لما أجي أعمل مثلا زخارف على مبنى معين، مبنى من الخرسانة بعدها بكم فتره خلاص المبنى دوت مثلا نقول مدرسه اسلاميه فحطوا زخارف اسلاميه وحاجات كده بعد كام سنه المدرسه فلست وهيحولوا المبنى مثلا لمبنى ثاني حزب سياسي اول حاجه هيشيلوا الحاجات دي صح يبقى كده المبنى مش وحده مش كتله مبنى ملوش اي معنى مبنى مكياج المبنى اللي بمكياج دوت ولا بيحكي قصه ولا بيورينا اي حاجه تاريخيه ولا هيفضل مش هيبقى ايدجلس مش هيبقى مستمر مدى الحياه زي الحاجات اللي احنا بنشوفها زمان مثلا يعني اللي خلى الحاجات القديمه تفضل انها بتعبر عن الزمن بتاعها فعشان كده بتا... بنحترمها وتأدي الوظيفه بتاعها بتاعتها بشكل ايه بشكل اه قوي والعماره زي ما هيدجر الفيلسوف الالماني الشهير قال هي حضور بحد ذاتها هي حضور بحد ذاتها وليست اه ليست غياب أو ليست بديل عن غياب، يعني إيه؟ يعني بيقول ابن نفسه حامل لخصائص بتميزه، أي مبنى لازم بيعبر عن حاجة بتميزه عن غيره، بتعبر عنه من جواه، نعرف عارف المفاهيم دي شوية ممكن تتجه الفلسفة هتبقى صعبة بس هحاول إن أنا أبسطها، أبسطها بمثلا مثال قوي، هنقول مثلا إن إحنا عايزين نفس المثال اللي إحنا قلناه، نعمل مبنى خرساني العين الخرساني دوت ايه اللي بيميزه عن المباني التانية اللي هي معمولة دلوقتي؟ بتحاول تطلع البوتنشال بتاعه والطاقة الكامنة اللي فيه وبتستغلها وبتنشئها في إطار الهوية بتاعتك أنت الثقافية. يعني أنا مش عايزين اللي أنا عايز أقوله إن إحنا لازم نشيل فكرة الهوية عن الزخارف الإسلامية. الهوية بتاعتنا الهوية الإسلامية سواء كانت إسلامية أو سواء إلى آخره مش هي بس الزخارف الإسلامية بل نحن بنحاول نستنبط المبادئ اللي هم زمان خدوا منها الحاجات دي المبادئ نفسها ثابتة وبنحاول احنا نعمل حاجة بنفس المبادئ ديت عشان تحيي فينا الهوية بتاعتنا يعني أنا بعرف هم عملوا كده ليه مثلا هم عملوا الحاجات دي عشان يبعدوا عن التماثيل وخلافه طب أنت لما تيجي تعمل دلوقتي الزخارف ديت مش دي مصاريف كتير وفلوس وإسراف و ويعني منظرة ومش عارف الكلام ده كله، الحاجات كلها ضد الإسلام نفسه. والإسلام في أحاديث كثيرة كان بينهي عن الإسراف وعن الـ عن اللي هو الفشخرة الكذاب زي ما نقول في مصر. وبيني عن الكلام ده كله فاحنا لما نيجي نعمل كده احنا اصلا بنعارض الهويه بتاعتنا. حتى في يعني تخيلوا ان في احاديث كثيره ممكن ما تكونش مشهوره لناس كثير، احاديث صريحه ان احنا ودي برضو نقطه مهمه هنتجه ليها تاني انا بتكلم عن الهويه الاسلاميه عشان انا مسلم يعني في الطبيعه في الاول وفي الاخر. طبعا احنا ممكن الكلام دوت اعممه على حاجات اخرى بس انا من هذه النقطه يعني. فالرسول سلام صلى قال ان احنا في الجوامع مثلا في عماره الجوامع غلط ان احنا نقلد اليهود والنصارى في اللي بيعملوه. ده الحديث حديث صحيح يعني. وحتى يعني مش فاكر نص الحديث بالظبط بس الحديث بيقول ان انتوا هتقلدوا الكنايس وكده والزخارف والكلام ده كله. جاء دلوقتي العماره العثمانيه مثلا عملوا الكلام ده في المساجد بتاعتهم. هل احنا ده معناه ان احنا بعد ما نوصل ان الكلام ده غلط غلط لازم نقعد نقلد الحاجات دي كلها تاني ونقرا من جديد؟ لا انت خلاص عرفت المبدا ان احنا الاسلام بوجه عام بيدعو الى المينيماليزم ودي حاجه يعني عجيبه بصراحه يعني المينيماليزم لسه شويه تراث جديد على العماره ولكن الاسلام من زمان من اكثر من 1400 سنه بيقول للناس خليكم مينيماليست في كل حاجه حاولوا تبقوا بسيطين من غير اي زياده من غير اي اسراف حتى ده في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شاف واحد في المدينه باني بيت عليه قبه عليه قبه يعني الراجل حب مش حب يعني يتمنظر بس حب ان هو يعني يعمل حاجه مختلفه تكون تعبر عنه عن مستواه الاجتماعي وخلافه الرسول صلى الله عليه وسلم اتضايق جدا اتضايق جدا وما كلمش الرجل من ال... من من يعني. الراجل دوت وقال للصحابه بتاعته ان متضايق من القبه يعني فالمهم الراجل شاف الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيكلمه كده فاستغرب يعني وحب يعرف السبب فسال الصحابه فقالوا له اللي قالوا له ان القبه دي هي السبب الراجل عاملين الراجل راح كسرها والرسول السلام راح له وقال له ان كل ما زاد يعني حد يعني انا مش فاكر النص بالظبط بس معنى الحديث كل ما زاد عن احتياجك في المبنى هو بلاء عليك فالرسول السلام تخيلوا رسول الاسلام نفسه اللي احنا بنقول عايزين نعمل هويه اسلاميه مثلا الرسول نفسه قال لنا ما تسرفوش في البناء ما تعملوش حاجات سيادة مالهاش لازمة يعني بنحاول ان احنا نوصل للإسنس أو لل... للكينونة بتاعة الحاجة ونشتغل بيها يعني من يعني أصل في الواقع إن كلمة الفانكشناليزم أو الوظيفية بس بس مش بالمفهوم الغربي هي موجودة بشكل ما أو بآخر في العمارة الإسلامية أو المفروض تبقى موجودة يعني بس في فرق كبير بين الغرب وبين الشرق في في النقطة دي بالذات الفرق إيه؟ الفرق إن العمارة الغربية عمارة مادية على الأقل اللي هي كانت بتتعمل في أيام المودرنزم والفانكشنالزم وخلافه. العمارة الإسلامية عمارة روحية بتخاطب الإنسان روحًا وبدنًا مش زي الغرب. واحد يقول لي إزاي يعني؟ هقول لك يا سيدي إن الفرنسي الشهير له مقولة شهيرة جدًا بيقول لك إيه؟ أن البيت هو ماكينة للعيش. يعني إحنا شبهنا بإن إحنا مكان والبيت دوت بيحقق فقط وظيفته ان الناس تخش تنام تقعد تاكل مش عارف ايه وخلافه وكان يعني في ناس كثيره جدا بتتابع هذا الطرز الى الان يعني الحاجات اللي احنا بنشوفها في مصر او في الدول العربيه العمارات الطويله اللي لا تراعي الانسان تماما هذه تماما عماره ماديه تبحث عن الماده وعن الربح فقط بدون ان تفكر في الايه الاحتياجات الروحيه للانسان اما العماره الاسلاميه فليست هكذا مطلقا العمارة الإسلامية اللي بيبحث عنها ويشوف ال... ازاي المعمارين زمان كانوا بيفكروا وخلافه كان في تفكير في أبسط الأشياء. أبسط الأشياء كان الناس بتفكر إنك حتى تمنع الشمس عن عن جارك ما كانش مسموح في ال... في القوانين اللي في المدن الإسلامية زمان. إنك تكشف حرمة جارك كانت ممنوعة قانوناً وخلافه. فإن العمارة الإسلامية بوجه عام زي ما قلت لكم هي عمارة لا تدعو للإسراف بس فيها جانب روحي يعني مش زي ال... ال... الوظيفية الغربية تماماً. طيب ننتقل لنقطة أخرى زي ما قلت لكم من شويه الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس في الجامع ما تقلدوش المسيحيين ولا واليهود في العماره بالذات في عماره الجوامع يعني بس احنا دلوقتي نفعل او نستفيد كثيرا من التقنيات بتاعتهم بس هل يعني هل دوت نفس النقطه؟ لا مش نفس النقطه طبعا النقطه اللي في الحديث ان ان احنا ما ناخدش حكايه الاسراف والـ والـ والايقونات وتمجيد الملوك وخلافه ونعملها مش ان احنا ما نستفيدش من الايه؟ من التقنيات بتاعتهم ونزود عليها يعني الحكمه ضالة المؤمن. فاحنا بنستفيد وكذلك استفاد المسلمين زمان من العماره الغربيه زي ما قلت لكم مثلا معمار سام من ايا صوفيا او حتى العماره الامويه لما المسجد الاول مثلا وصحوا لو انا غلطان يعني كان مبني على اساسات معبد يوناني يمكن او شيء من هذا القبيل مش فاكر يعني فالمهم احنا بنحاول نستفيد من التقنيات الغربيه ونحاول نزود اليها الهويه بتاعتنا عن طريق مش تقليل الغرب بل عن طريق ان نفهم نفهم هويتنا دي ايه اصلا ونحاول نخاطب بيها المجتمع بالشكل اللي هو يناسبنا احنا مش يناسب الغرب يعني مثلا مثال بسيط قوي الامريكان كيتشن حاجه مشهوره جدا وبدات تتعمل كمان في مصر هل الامريكان كيتشن ده بيعبر عن الهويه العربيه لا خالص ليه بقى؟ أمريكا عندهم أكل سريع عندهم حاجات وسيلة تتاكل و إلى فالأمريكا مش بيسبب مشاكل في الريحة أو في أيا كان عندهمش خصوصية زي مصر مثلا أو زي العرب فعايا إن الست ممكن تطبخ والضيوف يشوفوها وخلافه بس العرب مثلا عندهم حاجات مختلفة فعشان كده مثلا الأمريكان كيتشن مش هو أنسب شيء ممكن بس الحاجات دي زي ما قلت لكم هي حاجات استخدامية أكتر ما هي شكلية طب هل معنى كده ان الشكل دوت مش مهم على الاطلاق لا الشكل طبعاً مهم جدا بس الشكل دوت ما يكونش مجرد تقليد للقديم لان انت كده بتقول ان احنا افلسنا وبنحاول نستعير من القديم انت لو بصيت على القديم اصلا هتلاقي ان القديم ده عمال يختلف المسجد النبوي كان حاجه بسيطه جدا معماريا كان شيء يعني بدائي معمول من النخيل وخلافه فالمسلمين زمان الحمد لله الحمد لله ان المسلمين زمان ما قالوش احنا عشان هويتنا الاسلاميه نقلد على طول البيوت او مسجد الاسلام في الوقت دوت ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعني لما كان حد اقترح تطوير على المسجد بشكل معين اقترح مثلا ان هو يركب مصابيح عشان تنور او ايا كان مش فاكر بالظبط الرسول صلى الله عليه وسلم وافق ووافق على هذا الاقتراح معنى كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للناس ان الحاجات المعماريه ديت ممكن تتطور وممكن يبقى ليها مكان انها تتغير فساعتها العمارة المسلمين قاعدوا يطوروا 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 لما تشوف العمارة الأموية والعمارة العباسية والعمارة العثمانية وخلافه كلهم مختلفين وزي ما قلت لكم في مناطق الدنيا المختلفة في الصين في مالي في أمريكا حتى اللاتينية كان في مساجد قديمة زمان في تركيا كل حاجة ليها طرز مختلف فالشكل نفسه مش هو أكبر قضية بقدر المبادئ المبادئ اللي عاملة العمارة ديت وإلا مثلا أنت تسأل أي حد من الناس اللي بتدعوا للعوده للعماره القديمه مثلا تقول لهم هل انت مستعد الان انك تقعد في بيت مثلا صخري وهذا البيت الصخري المعلوم لو عندكم مثلا لو عندكم تجربه ان انتوا رحتوا بيت صخري مثلا حوايته عريضه جدا 50 سم ولا بتاع وجه كبير جدا ولا بتوصل لكم شبكه تليفون ولا انترنت هتوصل هيت وكونكتد ليه لازم تخرجوا بره الشارع عشان تعرف تقعد مثلا في كده يعني كتير حتى في نص المدن يعني او شبكه بتبقى ضعيفه جدا وخلافه فهل انت مستعد انك تعيش في زي كده؟ هل انت مستعد ان انت تتخلى عن رفاهيات العصر بتاعك عشان ترجع لعماره قديمه نوعا ما؟ اكيد مش هو ده الحل، الحل ايه طيب؟ الحل ان انت تحاول تستلم المبادئ مش بقول استخدمش الصخر يعني عشان ما حدش بقعد يفهمني غلط، بس انك تستلهم المبادئ مش الشكل. تستلهم اللي عملوه وتحاول تبدع انت دورك انت كمعماري عايش دلوقتي انك تبدع وتعمل حاجه جديده بس حاجه تكون مستلهمه روح الاسلام او مستلهمه روح الهويه العربيه وخلافه او حتى روح البلد بتاعتك انت يعني زي ما قلت لكم كل بلد ليها برضه هويه معماريه وبوجه على مع فكره برضه عشان اوضح لكم الهويات الاسلاميه اللي احنا بنقول عليها اسلاميه معظمها معظمها مستلهم من الدوله اللي موجوده فيها زي ما قلت لكم العماره العثمانيه مستلهمه من البيزنطيين العماره المصريه او الاسلاميه المصريه يعني تاثرت كتير جدا بالعماره الفرعونيه العمارة مثلا الأموية اتأثرت برضو بالعمارة اللي كانت في سوريا وهكذا فكل دولة العمارة الإسلامية يعني قريبة جدا جدا من التراديشنال من العمارة التراثية فلو احنا عايزين نعمل عمارة ذات هوية نبص على الأرض بتاعتنا نبص على التاريخ بتاعنا كل واحد يبص على التاريخ بتاع الدولة بتاعته ونحاول إن احنا نقف ضد العولمة نقف ضد التغريب يعني اتجاه الغرب وتغريده في كل حاجه لان بوجه عام انا انظر الى العولمه بعين مختلفه العولمه مش ان العالم كله يبقى قريه صغيره وان الناس كلها توصل لا مش هو ده الهدف بتاع العولمه العولمه يعني هدفها الباطن في رايي هو ان تحويل كل الدول لنسخه امريكيه مصغره او لنسخه غربيه مصغره يعني انك عشان تكون حداثي وتكون سيفيلايزد متمدين وخلافه من وجهه نظر الغرب لازم تبقى زيهم عشان كده مثلا تلاقي ان لو واحد عربي لابس لبس عربي مثلا الغرب يبص يقول لك ايه ده واحد مش متحضر لكن تلبس بدله يقول يحترمك جدا بهذا الشكل يعني يقول لك ده راجل متحضر و, و... اب تو ديت ومش عارف ايه الكلام ده كله لكن احنا كعماره لازم نقف لازم نقف قدام الـ هذا التيار هذا هذا التغريبي نقف ازاي ان احنا ننشئ حاجه مختلفه عنهم واحد يقول لي طب هل الاختلاف فقط من اجل الاختلاف يكفي؟ اكيد لا طبعا بس هو سبب مهم، الاختلاف من اجل الاختلاف بيفكر الناس ان احنا لسنا مجرد تابعين لناس تانية ان احنا مش ضعاف وبنقلد، لا، ان احنا لينا كيان مستقل، ان احنا اللي علمنا العالم العماره. آه يعني مصر والدول العربيه برضو التاريخ بتاعها كبير جدا و... وعمارتنا كانت رائده للعالم كله قبل كل الحاجات دي ما تزرق العمارة المصرية ممكن أكيد يعرف بعضكم من هي من المصادر القوية اللي علمت العمارة اليونانية حتى ولكن لما الغرب بيجي يذكر العمارتين بيبص على العمارة اليونانية اللي هي أرض الفنون والمعارف والرياضيات وخلافه مع إن لا مش هو ده النقطة طب ليه بيعملوا كده عشان هم عندهم آه يعني بيحاولوا إن هم يعلوا الأيديولوجية اللي هي بيزد أون وايت بيبول القائمة على الناس ذوات البشرة البيضاء أي حد غير أبيض نان وايت بالنسبة لهم هو شخص غير متحضر شخص ما ينفعش يتخب منها يعني حتى كان أحد الأشخاص كاتب ليه في ذهنكم مثلا الغرب يقول لك الأهرامات مبنية عن طريق الكائنات الفضائية إنما بيقولوا إن الناس دولت هؤلاء الناس المتخلفين لا يمكنهم بناء الأهرامات كل حاجة يعني حاولوا تبصوا عليها من هذه هذه الرؤية تلاقوا هم عندهم تقليل كبير جدا لينا واحنا على فكره بنساعدهم دلوقتي بهذا التقليل ليه؟ لان احنا بنقلدهم في كل حاجه فانت تخيل ان واحد عمال يقلدك في كل حاجه تقول ان مش مبدع وما عندوش حاجه يقدمها للمجتمع او للعالم طيب انا هل بقول ان احنا ما نقلدهمش خالص في حاجه؟ لا انا بقول نستفيد إن من التكنولوجيا نستفيد من التكنولوجيا ولكن نعمل حاجه خاصه بينا احنا كعرب او كمسلمين خاصه بينا بمعنى ايه؟ ان احنا نشوف الاقليم بتاعنا الطقس او المناخ اللي مناسب ليه شوف الثقافه بتاعتنا على وازاي الثقافه دي بتاثر ونشوف برضو الشخصيه المعماريه يعني مثلا انا وانا في مصر مثلا على سبيل المثال لو بنيت مبنى من الخرسانه وخلافه في الحر يبقى حر جدا وفي ساعه ساعه جدا مثلا يعني ده مثال بسيط جدا طيب انا ايه اللي كان زمان المصريين بيعملوه عشان يحاولوا يخففوا من المشاكل ديت اروح انا باحث واحاول ان انا اخد المبادئ, المبادئ اللي هم استخدموها بشكل عصري واستفيد اقصى استفاده من التكنولوجيا المتاحه حاليا اللي ما كانتش متاحه زمان واعمل انا عماره بالشكل اللي انا عايز اعمله هل ممكن استلهم من الاشكال القديمه أو ممكن استلهم من الاشكال القديمه من غير ما تكون تقليد مبتذل يعني لان يعني انا حتى شفت مثال من كام يوم مبنى عادي جدا لو شفته كده تقول في امريكا او إن كان او في اي دوله حتى بس إزاز يعني كده، وفوق الإزاز حاطين كده موتيفس إسلامية يعني زخارف إسلامية، هل دوت اللي يعمل مبنى إسلامي أو مبنى شرق أوسطي؟ لا طبعًا يعني ده ما أنت ممكن تشيل الزخارف دي خلاص بقى مبنى أوروبي يعني، فلازم العمارة تكون لها معنى أكثر من مجرد الزخارف. طيب هل الزخارف دي بتساعد الناس إنها تفتكر هويتها؟ ممكن تكون بتساعد بشكل ما أو بآخر. يعني مثلًا دكتور المسيري الله يرحمه كان بيقول حاولوا تعلقوا في بيوتكم من جوه مثلا خطوط عربية وخلافه لتذكرة الناس بالهوية الإسلامية طيب هو أنت ممكن فعلا تعلق هذه الأشياء في البيت عشان تفكر الناس بس العمارة هل ممكن تكون ذات دور واعي أكتر من كده أنت ممكن مثلا تستخدم ممكن تستخدم هذه الخطوط الهندسية أو العمارة الإسلامية كنوع من الالهام بس تعملها بحاجه تناسب وتخاطب هذا العصر مش هنفضل عايشين يعني في الايه في الماضي طول عمرنا ونقطه برضو عايز اقولها كنت فتحت فيها هذا النقاش ان احنا حتى لو بنحب العمارة الكلاسيكية أو العمارة القديمة ليه ما ينفعش نعيدها تاني؟ يعني أنا برضو من اللي بلاحظه في مصر بالذات أو في الشرق الأوسط ناس كتيرة بتستخدم لسه الطراز الكلاسيكي رغم إن هو آه يعملوش علاقه او بمصر لا كثقافه ولا ايا يعني كان بس بيستخدموا انا اني يعني مش ضد الموضوع دوت بشكل صارخ يعني لان هو احسن من العشوائيه يعني كشكل حتى يعني انت لو لو هيبقى فاشل في المودرنزم ما يبقاش مش حاجه قبيحه اقل ما ما يضرش عيون الناس اللي هتتفرج بس العماره الكلاسيكيه ديت زي ما قلت لكم هي لها لها تكاليف عاليه جدا اقتصاديا و... وحتى زمنيا وغير مرتبطة بثقافتنا بل هي مجرد تقليد رخيص لحاجة من بره منتج يعني إحنا استوردناه وبالعكس كمان إن إحنا ممكن نعمل منتجات أكثر إيفيشنت اه يعني تكون لها فعالية أكثر وفي نفس الوقت بتكلفة أرخص وبرضه عائدة لينا بس هو المشكلة للأسف إن قليل جدا من المعماريين دلوقتي اللي بيحاولوا يفكروا ويبدعوا يعني في معماريين مصريين جدا كتير جدا ممكن يكونوا بيعملوا كده وانا مش عارفهم يعني سامحوني على هذا على هذا الخطا اللي انا عملته يعني بس معظم المعماريين المصريين اللي انا بشوفه ان هم مش بيحاولوا اصلا يتعبوا ويعملوا حاجه تكون نابعه من المجتمع بتاعنا طيب العالم كله العالم كله دلوقتي بيتجه الى العماره جينريك يعني زي حاجه شبه الانترناشنال ستايل كله بيعمل بنفس الشكل وبنفس الطرز مثلا هل ده معناه ان احنا لازم نقلتهم لا طبعا مش لازم يعني انت زي ما قلت احنا ثقافتنا وعاداتنا والط والطريقه بتاعت حياتنا نفسها مختلفه عن كل الناس بس المشكله الاكبر المشكله الاكبر اللي هي ممكن تواجهنا هي ان ال العماره تنتج من ال حاضر حاضر استاذه باشمهندسه ديما العماره بتنتج من الثقافه اللي موجوده في المجتمع واحنا الان ثقافتنا يعني لا تسر عدوا ولا او تسر الاعداء ولكنها لا تسر الاحباب اذا فاحنا دورنا كمعماريين مش مجرد ان احنا نبني مباني بالعكس بل ان احنا نحاول نوعي المجتمع يعني انا اؤمن ان ان المعماريين دورهم محدود يعني احنا مش مش سوبرمان ومش هنغير العالم الكلام ده كله مبالغه لا لا يعني اؤمن بها المعماري دوره محدود جدا بيلعب في حدود سياسيه واقتصاديه معينه واجتماعيه معينه وخلافه لكن دور المحدود بتاعنا ان احنا ممكن نخلي الناس تفتكر هويتها يعني انت لما تيجي تعمل حاجه مثلا انا عشان يعني سامحوني برضو ان ما درستش عماره في مصر درستها بره مصر ففي في بعض المباني ممكن انسى اسمها او بعض المباني ممكن اتلخبط في اسمهم بس اظن مش مهندس الدكتور عبد الحليم ابراهيم لو انا مش مخطئ في الاسم كان عمل حديقه في السيده زينب يمكن انا لم احظى بان ازورها ولكن شفت يعني الصور وقريت شويه عن المشروع هذا المشروع جميل جدا لو انا مش يعني اتمنى ما اكونش مخطئ في ان هل هو ولا لا لو تصححوا لي يعني لو انا غلطان فهذا المشروع بيعبر عن هويتنا وفي نفس الوقت ليس تقليدا اعمى للغرب ودكتور عبد الحليم كان له محاضره جميله جدا عن هذا الموضوع اتمنى ان انتم تشوفوها الباشمهندسة كانت بتقول لأن أمثلة ناجحة مثلا إن هو أغا خان أوارد فيها أمثلة كتيرة جدا مسابقة الأغا خان بتدي جوائز للمباني اللي بتحترم الهوية وفي نفس الوقت تكون يعني عايشة في العصر بتاعنا فأنا ممكن أنصح إن أنتوا تشوفوا المشاريع اللي كسبت في خان أو حتى المرشحة يعني اللي بتترشح كل سنة ففي أمثلة كتيرة جدا جميلة ممكن نتعلم منها كلنا ونحاول ان احنا برضو نبني حاجة يعني ده يكون دورنا دورنا كعرب ودورنا كمسلمين وممكن اظن الله ان احنا ممكن حتى نتحاسب عليهم لان احنا في ايدينا نعمل حاجه كويسه لو لم نستغل الطاقه الكامنه جوانا ونعمل افضل ما عندنا يعني ربنا بيقول ان الله يعني في حديث يعني ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه احنا لو لم نتقن هذه المهنه التي نمتهنها اذا فسوف نسال سوف نسال عن الطاقه بتاعتنا سوف نسال عن عن الزمن سوف نسال عن فرص احنا كنا ممكن بيها نغير فكر الناس عن حاجات معينه وما عملناهاش يعني يعني انت لما يبقى عندك ايدك فرصه ان انت تخلي الناس تفتخر بعمارتهم وتقول ان احنا بنعرف نعمل حاجه اه وتقول ان لسه في امل في المجتمع بتاعنا وما تعملش كده يبقى انت للاسف قصرت في المهمه بتاعتك كنت برضو عايز أتكلم سريع عن الهوية الفرعونية اللي في مصر بيصدروها على المشهد المعماري أنا ليا مقالات بشكل تفصيلي أكتر اللي حابب يستعرضها هي موجودة على موقع نون بوست أنا لو كتبته في جوجل نون بوست محمد عبد اللطيف هتطلع هذه المقالات ممكن تطلع عليها لو عايزين بشكل تفصيلي بس باختصار الهوية الفرعونية ليه أنا ضدها هل عشان أنا مش مفتخر مثلا بالتاريخ الفرعوني أو لا طبعا اكيد لا يعني الناس كلها المصريين اكيد فرحانين ان مصر كان فيها عماره علمت العالم وهكذا وهكذا ولكن زي ما قلنا احنا اول حاجه مش هنفضل عايشين في التاريخ كتير آه لازم نوري آه شكرا يا باشمهندس عمر آه احنا لازم نوري ان احنا بنعمل آه بنعمل اضافه للتاريخ المعماري بتبقى تبقاش الحقبه المعماريه بتاعتنا دي هي هي الوحشه احنا دلوقتي عايشين للاسف في انحدار معماري في في الشرق الاوسط كله فنحاول احنا كمعماريين ان احنا نحاول نعلى بهذه بهذه المرحله المعماريه ونكتب اسمنا في التاريخ كمعماريين يعني اديك شفته في التاريخ كل است كل ستايل له فتره معينه وإلى اخره الان ما هي الفتره او ايه الطرز اللي بيعبر عن مرحلتنا للاسف للاسف الشديد احنا عايشين في في انحدار واكيد اكيد بتشوفوا يعني هذه المباني اللي, بت اللي بتقلد الفراعنه صدقوني هذه محاكاه ساخرة وسخيفة جدا هذه العمارة تخبر العالم أننا ليس لدينا عمارة وأننا نكتفي بما لدينا من الماضي نحاول نقلده وخلاص احنا خلصنا اللي عندنا وبنحاول نستهلك اللي عندنا وزي ما قلت لكم بنستهلك نستهلك نستهلك لغايه ما للاسف هنيجي يوم يعني كان برضو ريم كولاس المعماري الشهير كتب مقاله في كتابه اس ام مقاله اسمها سيتي ننصح الجميع ان هو يقراها هو بيقول ان التاريخ تاريخ زي زي كره من التلج تقعد تقعد تجري 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 لغايه ما تكبر خالص وتنفجر ومبقاش ليها قيمه خلاص لان هو استهلك التاريخ اذا استهلك ليس... لم يعد لديه قيمه لدى الناس وعشان كده احنا بنشوف في مصر الناس ما لاش احترام للتاريخ ليه لان في كل حته قال لك يا عم ده مو... حبه حجاره يعني هنعمل زيها تاني ليه لان لما تيجي تعمل مبنى بيقلد الفراعنه مثلا يعني المبنى دوت عندك المبنى الفلاني عندك الشخص العادي اللي ملوش اي علاقه بالعماره ازاي هيفرق بين اهميه ده واهميه ده ما احنا بنشوف دلوقتي الناس بتكتب على الاثار واللي بيهدوا الاثار ومش عارف ايه وفي اللي بيسرق حتى حجر الاهرامات يعني كان شيء عجيب جدا طب مين اللي عمل كده ما احنا اللي عملنا كده كمعماريين ان احنا لم ننشر التوعيه الكافيه وكذلك بنقلد القديم لغايه ما افقدناه معناه للاسف الشديد نقطة برضو أخيرة عايز أتكلم فيها قبل ما أسمع تعليقاتكم وأشكركم على صبركم يعني على الرغي الكتير اللي أنا إحنا دلوقتي بنحب ليه العمارة القديمة برضو لازم نتكلم عن هذه النقطة لماذا لماذا نشعر بالإنجذاب إلى العمارة التراثية بوجه عام العمارة التراثية مليانة بالرموز أو الأساطير أو الحكايات وكمان الاستخدام بتاع الماتيريالتي يعني المواد كل ماده تحس ان فيها حاجه جواها عايزه تقولها لك فالناس بتحب هذا النوع من العماره لان لديها ما تعطيه لنا لكن وهذا هو الاغلب يعني العماره التي ليس لديها حكايه ليس لديها رموز ليس لديها بالمعنى المعماري اساطير هي لن تصمت كثيرا امام الزمن فاحنا لما نيجي نعمل مبنى معماري لازم نحاول نحط فيه رمزيه مش بتكلم رمزيه بشكل سطحي ان احنا نحط مثلا كام رمز على الواجهه لا مش قصدي كده الرمزيه هي ما يحكيه المبنى او فكره او حاجه بتخاطب الناس ساعتها المبنى ده هيفضل قاعد وساعتها المبنى ده هيبقى مثال الناس تنظر اليه وتحتذيه وتحت يعني ك... كمثل اعلى يعني نقطة تانية برضو كنت عايز أقولها سريعا جدا لما بنذكر كلمة الهوية المصرية والإسلامية الناس كلها بتفكر في حسن فتحي حسن فتحي الله يرحمه طبعا هو معماري ما قدم الكثير للعمارة مش بس في مصر بل العالم كله وله نماذج ناجحة جدا وخلافه ولكن ما ينفعش نفضل قاعدين في دايرة حسن فتحي فقط الراجل ابتعد وعمل حاجة كويسة جدا بس انت فين كدورك بقى ايه انت اللي هتقدمه للعماره زي ما هو الراجل ده قدم لازم نحاول نبدا والعماره او عماره الفقراء زي ما هو اطلق عليها او يعني هو الترجمه العربيه هي اللي غيرتها شويه خلت عماره الفقراء ولكن هي كانت architecture for the poor اللي قبل كده كانت اصلا تيلوفت اتاون او حاجه كده أنا مش فاكر قصه مدينه او قصه قريه واتغيرت عشان يبيع في في النسخة العربية خلوها كده بس العمارة دي هذه هل العمارة دي فعلا هي عمارة الفقراء؟ كان ناس كتير جدا انتقدوا هذا هذا الاسم لأن تكلفة التصليح أو الترميم أو المحافظة على هذه المباني برضو كبيرة يعني شوية غير كده إن مش براكتيكال قوي خاصة إن إحنا يعني زي ما قلت لكم في يعني إحنا دلوقتي عايشين في 2021 أنا مش بقول إن إحنا نعمل مباني خمسين دور ونستخدم الخرسانة بس لأ بس لازم نكون واقعيين ونفهم الاحتياجات اللي موجودة ونحاول نعمل على أساسها حلول مبدعة يعني زي ما قلت لكم من شوية على مثال الصخر والتليفونات والكلام ده كله إحنا دلوقتي عايشين في زمن معين أيوه بالظبط قصة قريتين إحنا دلوقتي عايشين في زمن له احتياجات معينة في لايف ستايل معينة في طرز المعيشة معين وخلافه ما ينفعش إن إحنا نفصل نفسنا عنه ما ان إحنا نفصل نفسنا عنه ونحاول نعمل حاجة في الماضي كل زمن ليه عماره معينه بس احنا دلوقتي ليه بنفكر ان العماره بتاعتنا وحشه؟ ليه؟ عماره العماره الحديثه؟ لان هي وحشه اصلا فاحنا بنحاول نحسنها بالمعطيات اللي موجوده دلوقتي مش اللي موجوده زمان والا مش هنعرف مش هنعرف للاسف ان احنا نعمل حاجه ناجحه ليه بقى؟ طب ايه الدليل على كده؟ دليل ان احنا دلوقتي بنشوف العماره دي موجوده فين؟ موجوده في المنتجعات السياحيه الغاليه. مش يعني هل هل فعلا الناس يعني ممكن يكون الاراده السياسيه برضه مش بتساعد في كده بس انت لو تخيلت يعني هل العماره دي فعلا واقعيه انها تخاطب الان احتياجات السكان انا مش بقول انها برضه عشان ما حدش غلط مش بقول نعمل مبنى سحاب ونعمل مبني 20 دور ومش عارف لا مش ده قصدي على الاطلاق بس لازم نشوف يعني كلنا كأنا انا ما عنديش الحل طبعا اكيد يعني بس كلنا كمعماريين لازم ندرس المشاكل والاحتياجات طرز الحياه وخلافه وعلى اساسه بنحاول نبدا ونعمل حلول معينه وحسن فتحي عمل هذه الحلول لهذه القريه وكانت مناسبه جدا وناجحه جدا لهذه القريه لكن انت مثلا قول عايزين نعمل مكان جديد في القاهره الناس تعيش فيه زي مثلا اماكن مك... بدل العشوائيات هل ينفع نعمل حاجات دي هي هي هناك؟ الله اعلم لازم يبقى في دراسه لازم يبقى في دراسه للاحتياجات زي ما قلت لكم التكنولوجيا المتوفره واللايف ستايل بتاع الناس وخلافه وبعد كده نحاول نفكر في حلول لهذه الاشياء وما نفضلش نقعد نرجع للماضي ونقلد هنرجع للماضي عشان ناخد ريفرنس نتعلم ونطبق اللي اتعلمناه من الغرب من من هويتنا احنا بنعمل عماره هجينه جديده تكون واحدة من مميزات الاثنين وتفكر الناس بهويتهم يعني أنا دلوقتي قلت يعني طبعا الموضوع كبير جدا و... ومعقد بس حاولت إن أنا أعدي على كذا نقطة وأطرح أسئلة في... في... في دماغكم عن إن أنا أقدم أجوبة وبس يعني بعد, بعد المحاضرة ممكن يبقى عندكم نوع من الفضول تدوروا على بعض الحاجات ده كان هدفي وإلا طبعا في هذا الموضوع ما يعني ينفعش إن هو يخلص ولا في محاضرة ولا اتنين ولا عشرة حتى موضوع معقد وكبير جدا ولو عندكم تعليقات أنا أكون حابب جدا إن أسمعها هل في اي حد هنزعل إذا جزاكم الله كل خير انا هفتح المايك بحيث لو اي حد عنده اي اسئله يا ريت ان شاء الله نسمع اسئله او تعليق او راي مخالف ممكن اكون قلت حاجه غلط عايز اصلحها لي مثلا اظن ما فيش اراء على حسب ما انا شايف يا ممكن تفتح ميكروفون وتتكلم يا شباب من غير أي تكليف أشكركم شكرا جزيلا جزاكم الله كل خير يا أستاذنا يعني كانت محاضرة أثارت آه الفضول ونحن ندور في المعلومات دي أكتر ويعني إن شاء الله فرقت كتير جدا جدا معايا إن شاء الله ومنتظرين بيت المحاضرات زي ما اتفقنا إن شاء الله